السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد ومرحبا بكم في فيديو او درس جديد في سلسلة تعلم مايكروسوفت باوربوينت في العربي. في الدرس هذا او في الفيديو هذا حنتعرفوا على حاجة شبيهة بشيء احنا تعلمناه قبل. في الدرس هذا حنتعرفوا على طريقة او كيف نستخدموا الانتقالات اللي هي هذه. اذا حد منكم يستخدم في نسخة باوربوينت انجليزية حتكون عندها الترانزيشنز. احنا في الدرس الماضي تعرفنا على الحركات او الانيميشنز وعرفنا انهم نستخدموهم مثلا للعناصر او المكونات متاع السلايد او الصفحة نفسها، اللي هي مثلا المكونات هذه اللي هي مثلا الشكلين اللي مديرين لهم جروب، والنصوص او النصين اثنين، وصندوق النص الثالث اللي مثلا مديرينه بالبولت بوينتس او الترتيب النقطي او النمط النقطي. هذا بالنسبة للحركات أو الأنيميشنز نديروهم للأشياء اللي داخل السلايد نفسها. أما بالنسبة للانتقالات أو الترانزيشنز نستخدموهم للسلايد نفسها، يعني مش للأشياء اللي داخل السلايد. فإحنا مثلا درنا أن هذه مثلا تطلع زي الماء، وهذه تطلع من اليمين، وهذه من اليسار، هذه كلها اللي عناصر أو مكونات السلايد، فهذه هي عبارة على حركات أو أنيميشنز. لكن أنت إحنا نبغى نديرو حركة للسلايد نفسه، هذا شيء نسموه انتقالات او ترانزيشنز. خلونا نجربه. مثلا احنا حاليا محددين السلايد هذا رقم واحد، نجو نعطوه مثلا دفع، ونجو مثلا للثاني، ونقدر طبعا نديروا السهم اللوطي هذا حيعطينا خيارات اكثر للانتقالات. نديروا مثلا ثاني صفحه، نجو للثالثه، نديروا مثلا كشف، نجو للرابعه اللي هو الاخير مثلا نديروه وميض. الدرس مش معقد هلبة، لكن بس ان احنا نميزوا بين الانتقالات والحركات او بالانجليزي الترانزيشنز والانيميشنز. الترانزيشنز او الانتقالات نكرروا انهم عبارة للسلايد نفسه، اما الحركات او الانيميشنز عبارة للمكونات نتاع السلايد. فخلونا نرجع توا للصفحة الاولى او السلايد الاول ونديروا شو، شوفوا كيف حيطلع معنا. حيطلع هيك، طبعا هذا هو السلايد الاول، فمش حنقدر نكتشفوا الترانزيشن فيه هلبة. هذا عبارة على أنيميشن طبعا، توه اللي صار هذا عبارة على أنيميشن أو حركة، يعني لأن هذا تم لأشياء داخل السلايد، يعني زي واحد اثنين، هذه كلها عبارة على أنيميشن احنا درناها المرة الفاتت وتعرفنا كيف في الدرس الماضي. وإذا أي حد حاليا نشرح هو حاس أنه شيء غريب أو هو مش هاد الدرس الماضي، إن شاء الله حنعطيكم اللينك الخاص بي أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو في الديسكريبشن بوكس، فياريت تشوفوهم أو يفضل، هي شيء خياري، لكن أنا ننصح أن أي حد ما شاهدش الدروس الماضية يرجعها حتى تكون عنده معرفة أو أساس كويس كامل صح. توبي بمجرد ما ندير مسطرة، إحنا تمت إحنا تو السلايد هذا بتاعنا، بمجرد ما ندير مسطرة حيمشي للسلايد اللي بعده. شوفوا كيف حيفتح لها، يعني مش حيفتحها زي قبل السلايد عادي وخلاص، شوفوا كيف حيفتحها. أول شيء تم هيك، لو تلاحظوا إنه زي المية زي الوميض اللي بعده، أو كشف اللي بعده تم هيك. ممكن ما كانش واضح لان عدد السلايدز نتاعنا شويه او المكونات الخاصه بهم مش هلبة، فما قدرناش نكتشفهم بشكل كبير، لكن انا مؤمن ان او بشكل واضح انا قدرت نكتشفهم. ما نبيش نكتر عليكم الدرس هلبة بسيط. النقطه المحوريه فيه ان احنا نميزوا بينهم بس، لان عدد كبير من الاشخاص كان يبعث لي ان شنو الانيميشنز وشنو ترانزيشنز، يشبهوا ان زوز فيهم حركات او هيك، فما فهموش شنو الفرق، فلذلك درنا الدرس هذا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا بالدرس هذا واستمتعتم به وكان بسيط بالنسبه لكم واكتشفتم الفرق بين الانتقالات والحركات او الترانزيشنز والانيميشنز. ان شاء الله موفقين جميعا، ويا ريت لو اي حد فيكم عنده اي سؤال او استفسار يا ريت ما تحشموش يعني او دونت بشاي، فحطوه في التعليقات في الاسفل، او اذا مش حابين تعلقوا بيه قدام الناس تقدروا تبعته لي في الرسائل الخاصه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بي اللي موجوده الرابط الخاصه بها اسفل الفيديو. ان شاء الله حنحاول بجهدي كله ان اجاوبكم في الوقت، ونحاولوا ان اذا هو كان صندوق الوصف نديره حتى يستفيد من الجميع. ان شاء الله موفقين جميعا، نتلاقى في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.